اتفاقية بيع الوطن من أجل البقاء على عرش السلطة الزائفة وأطماع تركيا التي لم تشبعها هذه الاتفاقية، فبعد زجها بألاف المرتزقة والسلاح والأليات كدعم لحكومة السراج العميلة التي سلمت الوطن للعثمانيين، فها هم اليوم جنود أنقرة متواجدين في غرب ليبيا علانية، ويجتمعون في قاعات مغلقة محاولين نصب عرش سلطانهم المعتوه وزرع قواعده التي تطمع لأكثر من حقول غاز في المتوسط، بل تضع نصب أعينها الحقول النفطية في البلاد ولتنشر قواتها البحرية قبالة السواحل الليبية كمحاولة من أردوغان الاستئثار بمقدرات ليبيا. محاولات أردوغان لنهب ليبيا قد بدأت بالفعل، فأنقرة ترسل شركات رديئة بأسعار باهظة لما أسمته إعادة الإعمار، كما تستغل عن طريق من زرعتهم افتعال أزمة الكهرباء لكي ترسل بمحطاتها العائمة لتوليده التي تكلف كثيرا من الأموال. كل هذا ما هو إلا غسيل أموال وسلب لمقدرات الليبيين لتحويل ثرواتهم إلى أنقرة لبناء عرش خلافة ظلامية مزعومة، متناسيا هذا السلطان أنه إذا كان هناك من باع الوطن فهنالك جنود ستكون أرواحهم فداء لتحرير كامل ترابه.